ودينا احنا وصلنا عند بيكونيا اهلي. السلام لافامي، هاويكم فلوق جديد. فالفلوق هذا غادي نديكم تعرفوا على الحيوان، حيوان اللاما، حيوان اللي كيزق. يلا اللي بغى يشوف الحيوان هذا يكمل الفلوق حتى الاخر. يلا لا خوف تكونوا شفناه. خلينا واحد المشروع بحيت الصراحة كاين الصاد بزاف باش نكملوا الطريق. يلا نعاودو نتلاقاو باش نكونوا مع عمتي اللاما. يلا كملوا معايا الفلوق حتى الاخر باش تعرفوا على اللاما. ودينا احنا وصلنا عند البيكونيا اهلي. شو كيفاش دارت لي هذه الدخله، الدخله ديال الفلوق. يلا بديت، يلا بدينا هذا الفلوق هذا. شوف كيفاش بدا مع البيكونيا هذه تفلات عليا، ما عرفناش كيفاش غيسالي. المهم الدراري نمشي نغسل، حيد عليا الحاله هذه من وجهي ونتلاقاو صوروا كملوا التصوير ديالنا. هاد البلوك هذا غيكون فيه واحد الميتشاف. يلا ما تمشيوش. اول مره كتوقع لي هادي، اما شي لاما ولا شي بيكوني دفلات عليا. انا كان في خبار غير لاما هي اللي كتدفل عليا، ولكن دابا هادي دفلات عليا البيكوني. هادي ملي كتدي داك الصوت انا ما رديتش البال، انا كيحسب لي غير ما عرفتش، بحال بغات الماكله ولا بغات نعطيها شي حاجه. ولكن كنت كدير داك الصوت كتقول لها سير بحالك سير بحالك سير بحالك، ما سمعش لا ويدي ليا سخوط. لا فامي غادي هو يبان ليا. بغيت نوريكم واحد النسر معروفه به بوليفيا والبيرو، كيعيش في مرتفعات الانديز. هذا هو النسر، كيقول لهم الكوندور معروف، وكاين حتى في السيمبولو ديال الدرابو ديالهم كاين. ما عرفتش بان لكم داك النسر مزيان، ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديال اليوم. داك مازال نقدروا نديروا عليه شي بلوك حتى هو ونتعرفوا عليه اكثر. حنا غادي نمشيو نتعرفوا على هاد عمتي اللاما، نتمنى ما تدفلش علينا بحال بيكوينيا وتخلينا نصوروه. استنى او كيف داير واحد النسر تما في الكوندور باش نشوفوه. وهذا شفتوه، وهذا نحاول نقربوا لكم الزوم. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can sit together, it's so beautiful You
قربنا هاد النعامه حنا قربنا عنها راه كيتبان ليه امشي النعامه زوينه ايه نقول لها امشي النعامه زوينه ما تفليش انا صور على خاطرنا تاكل في الميكا ليكم عمشي النعامة ولا عمشي اللامة والله ما رديت البال المهم راه اللامة ماشي النعامة كنت تاكل واحد البلاستيك شوفي راه ولات مزري مين دفلات عليا هاديك ولات مزري أو لا 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 داك تما ما تفليش ياك ما تفليش هاهي اللامة هاهي شفتوها عندها الصوفة كتيرة وهي طول من سميتها طويلة على سميتها طويلة على ديك بيكوينيا اللامة زوينة اللامة مكتفلش متفلاش عليا ماشي بحال هاديك بيكوينيا صغيرة شحكرة ولكن كعمرت ليا حويجي ووجهي ماشي مشكل لاما 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 تسوقاتنيش ما عبراتنيش ما تفلاتش عليا ماشي بحال الاخرى كاين بزاف ديال البيكوينيا وما عرفتش علاش نفرق انا علاش ما دايرين بلاصه واحده هذا في البلاصه هذه كاين واحده شوف احنا وصلنا عند واحد اللام اخرى وريها لكم ها هي بحال دابا هادي شتو عازلينا هادي وهادي حتى هي لاما هادي تقدر تكون مع ديك اللاما الاخرى اللي شفنا ليها وعازلينا كيف تقريبا كيف ما قلت انايا ما الحديقه كتبان خاويه ما كيجباش يعمروها يعني كيفرقوهم بحال هكا صافا ما غادي تتلاقاش بالصدفه مع يعني تلقيت بالصدفه لقيت هادي كيقول الباك وهاد الباك كتبان لي انا بحال لاما يعني عندها الصوفه بزاف هادي والصوفة ديالها هي يعني بيان فينا والصوفة ديالها غالية وريها لكم العيش هي هادي هنا كيما كتشوفو الباكا لاما باكو سياما سميتها لا حنايا غندير نرجع نكملو الفلوق بلاصه منين بدينا مع عند هذيك البيكوينيا اللي دخلت لي على وجهي نرجعو عندها دابا نشوفو شوفو البلان ديالها كيفاش وعلاش دفلات عليا غديرها ليا مره اخرى عاوتاني شوف غادي تفلع عليا شوف 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 كيف كتوجد عطني بعيد داكشي علاش ما دفلاتش هاي 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 عشان مالكي هاي جاي هاي جاي شو عشان دفلات هاي كتوجد بغات توصل بغات بعيد عليك هاد المرة هادي ما ديريهاش فيا كيما درتيها فيا اشنو اشنو
تفلات عليا جوج المرات دابا ولكن بالحق ما وصلاتهاش ليا هاد المره بعيد عليها. فاش يلا دخلت في الفيديو ديال الفيديو حيت ما عارفاش انا كيحسب لك هذيك اللاما هي اللي كتفلع على الوجه بقات هذا الباك هادي كتفلع على الوجه اكثر من اللاما. اللاما كيف ما شفتوا مشينا حداها صورناها عادي ما تفلاش ما والو ولكن هذه شوف هي كدوز من حداها كتقرب من حداها كتدفل. نعاود نرجعوا ليها عاوتاني نشوف باكا زوين فينا مهم باش نتفاهموا هذيك اللي دفلات عليا في الاول سميتها بيكونيا واللي عاود دفلات عليه في الثاني هي البيكونيا هي نفسها ديك البيكونيا. حنا دابا وصلنا حنا قربنا حدا عاود انا جبت عاوتاني واحد الدوره باش نعاود نشوفوها نتاكدوا منها هي هذه والصغير هذا خلاني نوصل حداه يعني مستيشو عادي الحق هذيك ما نعرفش مو ولا ما نعرفش شنو هي تقدر تكون مو هذيك دفلات عليا هذيك هي دفلات عليا جوج مرات نشوف هذا الصغير هذا نديرو معاه شي محاوله الا بغى يخليني نقرب ليه اجي المهم الا بغاش يقرب لك خاصك تعطيه القص مبلغ وهاد هادي هي اللي كتفل يعني دا شادي لا 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 كاش وجه دابا شفتو ملي كدير هاد الصوت هذا يعني بغات تفل شوف 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 وكاش عارفك راك بعيد ملي كتكون بعيد ما كتدفلش كتبقى توجد فيها حتى تقرب حدا عاد عاد تدفل عليك عاد تجيبها لك في وجهك وما تدفليش بركة من البسالة يلا الخوت الفلوق ديالنا يكون حدو هنايا الفلوق ديالنا يكون حدو هنايا كنتمنى يعجبكم وما تخربقوش انا حتى انا تخربقت شحالي بحالكم الباكا لاما البيكوينيا حتى انا تخربقت شي كيبان لي كيتشابه. المهم الفلوق هذا كنتمنى يعجبكم ما تنساوش لايك كومنتاريوس ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله يلا السلام عليكم.